نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف المقبرة. جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون كاملة في 4 نوفمبر من عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني وارد كارتر. كان الملك توت عنخ آمون كان أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور، ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم. من المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه. كل الزوار في وادي الملوك من جميع أنحاء العالم كلهم في فرحة غير عادية أنهم بيحضروا هنا في مصر وهنا في الأقصر الاحتفال بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون. سفراء العالم جم بالنهاردة بيشاركونا في هذا الاحتفال الرائع، جميع الأثريين، جميع البعثات الأجنبية اللي بتعمل في مصر كلهم الحقيقة بيشاركونا في هذا الاحتفال الرائع. بنقول للعالم كله أن مصر بتصون أثرها، مصر بتحمي أثرها. المتحف الكبير هيفتتح قريب بإذن الله، وهذا المتحف هو هيبقى فيه كل أثار الملك توت عنخ آمون. والنهاردة بنعيد افتتاح منزل هو دي كارتر اللي عاش فيه طول عمره واللي عمل فيه الكشف واللي كشف فيه 5300